هاي جريد، هاي كي جي 1. معاكم مس ايمان سيد من قناه مس ايمان. ان شاء الله النهارده كي جي 1 هكمل معاكم ليسون 5 في كتاب كونكت بلس. بس احب بس قبل ما ابدا الليسون بتاع النهارده، يا ريت ما تنسونيش الشير واللايك وسبسكرايب للقناه عشان اوصلك كل الفيديوز الجديده. وعايزه اقول لكم بس حاجه، يا كي جي 1 انا بنزل الكتاب بتاع الكتاب المعاصر اللي احنا بنشرح منه، وبنزل رقم واتساب على القناه عشان عايزه اتواصل معاكم، بحيث ان انتوا يعني في حاجات احنا هنديها هم، فانا عايزه اتواصل معاكم من خلال الشانل، عشان مثلا لو حد عايز مثلا يوريني مثلا خط، يوريني حاجه، يبعتوا لي على الواتساب عشان نتواصل مع بعض. في عشان انا برضو عشان عايزه انجح القناه. طبعا انا في فيديوهات كتير انا نزلتها، وفي ناس يعني ايه قالوا، يعني في ناس يعني في ناس شافوها وعجبتهم، بس احنا عايزين برضو عشان ننجح القناه اكتر ان احنا يبقى في كونكتد بيننا وبين بعض، يعني نتواصل عشان نعرف ان احنا يعني نشوف ايه اللي احنا مثلا مش بنبقى فاهمينه، وايه الحاجه اللي المفروض ان احنا نعملها كوركشن، يعني نبقى نتواصل مع بعض. اوكي تعالوا النهارده مع بعض يا كي جي 1، هنبدا ناخد اللي هو اللي احنا كنا واقفين المره اللي فاتت لو تفتكروا. عند انا كنت المره اللي فاتت عملنا ايه؟ تعالوا كده نعمل ريفيز على اللي احنا عملناه بس المره اللي فاتت كده، ريفيز بسيط. طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت عن البارت بادي، وقلت لكم ان احنا فيها نعمل تريس للحاجات اللي احنا زي الهاند. هنا كان عندي كلمه هاند، وقلنا نعمل تريس ونعمل لها كارفينج، اي اير اللي هي اذن، نوز، ماوس. طبعا قلنا هنعمل تريس ونكمل. طبعا دي البارت اوف ذا فيس. طبعا انت طبعا انت هتعملوا مثلا هتعملوا لها هنقص بقى البيكتشرز دي ونحطها هنا على ايه الفيس. تعالوا هنا بقى مع بعض نبص هنا مع بعض. ليسون 5 كونكت ويز ذس. يعني ايه الكلام ده يا جريد يا كي جي 1؟ يعني يعني ايه يعني نتصل بالناس ازاي بقى؟ يعني انت دلوقتي مثلا فور اكزامبل احنا عارفين هاندز وايز كده عارفين ان انجلش، طب اقول ايه؟ تو هاندز وان نوز، يبقى تو اند وان دي كونكتد ويز ايه؟ ويز ماوس. اوكي؟ ان احنا نتواصل بالايه؟ من خلال الايه؟ النمبرز. يعني كونكتد ويز ايه؟ ويز نمبرز، نتواصل من خلال الارقام. تعالوا نبص مع بعض. بص هنا، بص هنا معايا بقى في الاكسرسايز ده، في الليسون ده، هنا بيقول لك اي هاف. مينينج اوف اي هاف يعني ايه يا كي جي 1؟ means something is belong to me. What the meaning of belong to me, KG1? Belong to me is one, this thing is mine, بتاعتي. Okay? Have means this thing belong, this thing belongs to me. يعني ليا بتاعتي. يعني مثلا for example, انا كده للاكزامبل اللي قدامي ده عشان نعرف نوضح اكتر اللي احنا بنقوله. I have one nose. I have two arms. I have one mouth. So the nose, arm and mouth belong to me or belong to me or not? Yes, belong to me. تعالوا نبص مع بعض على plural noun و singular noun. هنا عندي singular noun قدامي اهي، اللي هي noun without s، يعني زي كلمة all، زي كلمة ear، زي كلمة legs. لكن هنا أقول eyes آخرها إيه؟ S. Ears آخرها S. Legs آخرها S. يبقى إحنا عرفنا plural بينتهي بإيه؟ بلتر ايه؟ اس. يعني فور اكزامبل ايه قدام؟ طيب 1 ear 2 ears 1 arm 2 arms. اوكي تعالوا بقى نشوف الرايتنج كله. هنا بيقول لي ايه في البيكتشر قدامي هنا؟ هنا طبعا مديني طبعا نمبر 1 وعايزني ان انا اكتب. طب انا عايزه بس اعمل لكم كده، هعمل لكم تريس لوان منهم، وانتوا بقى طبعا انتوا هتكتبوا انتوا ايه لوحدكم بعد كده. اوكي يا ريت انتوا برضه يعني الكتاب عندكم الدي دي اف بتاعه تنزلوه وتحاولوا تكتبوا كده وتوريهم تكتبوا ازاي. ادي كده 1، ادي كده 1. اوكي انا وريتكم كده اكزامبل ان احنا نكتب 1 ازاي. طبعا هي طبعا مش مكتوبه يعني كويسه قوي، بس طبعا انت هتقدر تكتبها احسن مني يعني. اوكي لتر 1 نمبر 1 سوري نوت لتر نمبر 1. هنكتب هنا نمبر 2، we have number 2 two written like this. Okay. This is two. Written like this. Okay, two. This is number two. احنا هنكتب ايه نمبر 2؟ يبقى this number ايه 2؟ طبعا انا بجرب اكتب لكم ليه عشان تتعودوا تكتبوا النمبرز. فانا هنا في هنا اكتيفيتيز قدامنا عايزين نحلها يا كي جي 1. طب تعالى هنا نعملها كده مع بعض كده، وانا هخليكم برضو تحلوها برضو تبعتوها لي على الايه على الشانل عشان نتعود مع بعض. هنا عندي كلمة، عندي لك نمبر 2،
which one is two? Is this two or this two? Yeah, this is two. And سمعت كلكم I'm listening to you saying the first one is Iman. You are clever you are clever pupils. You are clever pupils. انتوا تلاميذ شاطرين. طب هنا one. Where is one here? This. Okay, so I two, I select two ears. One, I select one eye. Okay. يبقى هنا الاكتيفيتي ده you understand this activity or not? Yes, I think you understand this activity. Okay. ان احنا هنا نعمل selecting على نم. طب هنا بص بقى هنا معايا في الماتشنج هنا one where which one is here? This one and this one. طب two, this two. يبقى this two and this two and this one one. Okay. تعالوا هنا بقى مع بعض نشوف هنا بيقول لي count and circle. What the meaning of count count grade KG 1 means count as 1 2 3 يعني ايه يعني نعد count means to count 1 2 3 يعني ايه تعد يعني عد هنا احنا بنتعلم counting مع بعض هنا النمبرز الكارز اللي قدام دي 1 2 we have two cards I will select 2 this is egg is this 2 or 1 1 I will select 1 carrots we have two carrots I select one or two two هنا بقى عندنا ده اكتيفيتي كده انا هسيبكم انتوا تعملوه طبعا هنا بيقول لي count write and color طبعا انتوا هتعدوا وتلونوا وايه وتلونوا وتكتبوا النمبرز يعني اوكي انا هسيب لكم ده از هوم ورك حلو انتوا تجربوا ايه حلوه وابعتوا لي طبعا على الشانل عشان نشوف احنا بنعمل ايه طب تعالى انا بقول ايه listening and speaking life skills اللي هي المهارات الحياتيه بصوا هنا مع بعض listen and repeat يعني ايه استمع ورد تعالى نقرا مع بعض كده وانتوا تقولوا ورا we have arm 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 hand 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 we have arm arm hand طب في ناس هتقول لي what is the difference between arm and hand arm is this is from the from this this part till this part is arm. This called arm. But hand, the short part is called hand. يعني الarm اللي هي بتبقى the big part of a hand اللي هو الجزء الأكبر من الهاند. لكن الهاند is a small is the smallest is the smallest part in the arm اللي هو الجزء الأصغر جزء في الايه في الarm اللي هي this part. We have leg. We have leg. Foot. يبقى احنا برضو عندنا برضو في اللاج في برضو two parts of leg we have leg اللي هي الساق اللي هي the bigger part of the leg this is the bigger part and foot is the smallest part in the leg اللي هي الجزء الاصغر اللي هي بنقول عليه احنا بنقول عليها بالعربي القدم okay we have eyes we have eyes we have eyes we have green this called green brown and blue green brown and blue. What the meaning of green? Green اللي هو اللون الأخضر. Brown اللي هو اللون البني. Blue اللي هو اللون الأزرق. تعالوا بقى هنا مع بعض نقرأ الصنغ دي كده عشان نفهم مع بعض. Arm, arm, touch your arm. Leg, leg, touch your leg. Touch your arm, touch your leg. Touch your arm, touch your leg. Hand, hand, touch your hand. Foot, foot, touch your foot. Touch your hand, touch your foot. touch your hand touch your طبعا هو طبعا اللي هو عايز يقول لك ان هو ايه طبعا فوق كده يعني حسب ما هتعمل لكم يعني الميننج بتاعها هو بيقول لك ايه we have an arm and touch your arm we have leg touch your leg طبعا احنا كل leg طبعا احنا شفنا leg شفنا arm شفنا foot طبعا في البيكتشرز اللي فاتت فايه الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى صعب اهي بيقول لك ايه تعالوا بقى نبص معايا touch your arm اهي this is the arm touch your foot this is foot touch your leg this is leg touch your arm this is what this part is called arm touch your leg touch your foot this is foot and touch your leg this is the leg okay تعالوا نقرا مع بعض هنا we have listen and trace استمع وايه واستمع وتتبع هنا عندنا كلمه We have هنا we are beautiful. Beautiful هنا معناها ايه جميلة. انا عايز اكتب لكم كلمة beautiful كده عشان تتعودوا تكتبوا beautiful كده. Beautiful. Like this.
this world, this world called beautiful. And beautiful is called an adjective. You know adjective? Beautiful دي احنا بنقول عليها في الانجلش بنقول عليها adjective. What's the meaning of adjective, Kijuan? Adjective means صفة. You have adjective. أقول مثلا beautiful girl. Adjective بتوصف إيه يا كيجوان؟ برضه أنا هعلمها لكم برضه كده عشان تبقى عارفة. أقول مثلا beautiful girl. For example, beautiful girl. أقول مثلا beautiful girl. Beautiful girl. Beautiful girl. Beautiful girl يعني إيه؟ بنت جميلة. لما أقول beautiful girl. سمارت بوي يعني ولد ذكي او ولد نبيه. يعني سمارت بوي طبعا سمارت كبير عليكم، بس انا بوريكم يعني ايه الادجكتيف يعني ايه سمارت بوي، ولد ايه ولد ذكي او ولد نبيه. اوكي بيوتيفول جيرل. وي هاف شورت 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 جيرل. شورت يعني قصيره، بنت قصيره. شورت مثلا شورت شورت مثلا ايه شورت شورت مثلا شورت ايه شورت بوي مثلا، ولد قصير مثلا فور اكزامبل. نقول ولد قصير تول مان مثلا فور اكزامبل. وي هاف تول مان، رجل طويل. وي هاف تول مان. تلاحظوا هنا احنا استخدمنا، عشان بس انا برضو عايز اعلمكم حاجات في الانجليش برضو لازم نتعلمها، لان احنا سنه بسنه لازم هنطلع الانجليش ستيب باي ستيب، بس نتعلمه برضو عشان نبقى فاهمين. عندي كلمه بيوتيفول دي ادجكتيف، عندي كلمه سمارت دي adjective، عندي كلمة short دي adjective، عندي كلمة tall دي adjective. كل دي adjectives ولا لا؟ اه بقول عليهم انها adjectives. adjectives يعني ايه؟ يعني صفات. adjectives adjectives يعني صفات. بقول عليهم adjectives. adjectives يعني ايه صفات؟ adjectives اللي هو ايه صفه. اوكي خلاص ادي كده فهمته. يعني beautiful smart short خلاص يا كيجوان. ادي كده عرفنا الايه، عرفنا الايه adjectives مع بعض. اوكي ادي شرحتها لكم عشان بس ايه تبقوا عارفينها ازاي بنعرف. والadjectives بتوصف nouns. بتوصف nouns يعني ايه يا كيجوان؟ يعني اسماء. يعني اقول مثلا ايه، اقول beautiful girl، smart boy، مثلا ايه مثلا اقول for example ايه تاني، good girl، بنت كويسه يعني كده. يبقى كل يبقى احنا هنا لما تيجي نستخدم الادجكتيف تو ايه تو ديسكرايب تو ديسكرايب ايه تو ديسكرايب ويوز ادجكتيف تو ديسكرايب ناون. اقول طب، وطبعا على فكره برضو الكارز من ضمن الحاجات اللي بتقول عليها برضو ادجكتيف. يعني نقول ايه اي هاف براون ايز، انا لدي ايه عيون ايه بنيه. This is brown eyes. Okay. I have brown eyes. لدي عيون ايه بنيه. I have green eyes. لدي عيون زرقاء. سوري خضراء. I have green eyes. I have blue eyes. طبعا انتوا طبعا هتعملوا تريس للايه للكارز اللي قدامكم دي. طيب تعالوا نشوف بقى كده، نراجع الكلمات مع بعض. ويا ريت ريبيت افتر مي عشان نحفظ الكلمات مع بعض ونكتبها بعد كده. انا يا ريت انتوا تكتبوها على في الرايتنج كورنر في البوك اللي انا بعتها على البي دي اف بتاع القناه وتبعتوها لي. عندنا هنا كلمه arm. Arm, arm, hand. We have arm, we have hand. Leg and foot. طبعا هي تلاحظوا ان الارم is the big part of the ايه؟ the big part of hand. الجزء الاكبر من الهاند. Hand is a short part, is a part, is the short part of hand. يعني الجزء ده بقول عليه hand. This big part, this big part, I call it ايه؟ I call it ايه؟ arm. This is called arm. And this is called hand. This is called leg and this is called foot. Okay. تعالوا بقى مع بعض هنا. نحل بقى ان الاكتيفيتي كده مع بعض. ويا ريت ايه تساعدوا يعني، يعني يا ريت ايه شير وذ مي ذيس اكتيفيتي. We have what arm. Is this arm wrong?
Is this arm wrong? Wrong. This is wrong. طب which one is arm? This one is arm. So I will select arm with this one. طب هنا بص مع بعض. Leg. Is this leg? Wrong. Is this leg? Wrong. Which one is leg? This one is leg. I select the last one. طبعا هتعمله circle على the last one. Foot. Which one is foot? Is this foot? No, it's pencil. It's A. I. Wrong. What the, what the correct answer? The correct answer is. طبعا انت هتقول يا مس ايمان، طب انت ليه بتختار لنا غلط؟ عشان انا عارفه ان انت وانت ان ذا اكزام هتبقى قاعد وممكن تختار اي حاجه غلط، فاحنا بقول لكم بالغلط عشان لما نختار، يعني لما نختار صح تبقى عارف صح. يعني ينفع اقول مثلا فود ذيس از فود، طب دي احنا خدناها اللي هي ايه؟ يبقى رونج. طب ينفع اقول على دي فود ده ايه؟ بينسل. انا عارفه ان هو بينسل، معقول اختار فود اقول على دي فود؟ لا، يبقى فود ان ذيس ايه؟ ذيس وان. طبعا انا لما بتبقى بيكتشر ان اور ايماجن في خيالي بعرف ان انا اجيب الايه؟ الورد على طول، اوكي؟ وعلى فكره في حاجه يا تي جي وان، ان في ناس كتير عشان تتعلم اللانجوج بتبقى عارفه البيكتشر او بتبقى ناجد البيكتشر ان يور مايند عشان تقدر الورد تعرفها. يعني مثلا في بيبقى مثلا لما اقول لك هاند، انا متخيله الهاند مرسومه ازاي؟ فخلاص انا عرفت الهاند مرسومه ازاي؟ هعرف اجيب الورد هاند. ارم، عارفه الارم مرسومه ازاي؟ هعرف اجيب ارم. فوت، هعرف اجيب فوت. فانا ببقى يعني انا لما ببقى يور اماجن ببقى متخيله بيكتشر، هعرف اجيب الورد على طول. اوكي، ليسن اند ماتش، استمع وايه واصل. هنا عندك كلمه هاند، ويتش وان از هاند؟ ذيس وان از هاند. انا ويل سيلكت ذيس وان باي ذيس وان. طيب ارم، ويتش وان از ارم؟ ذيس وان. اي ويل سيلكت ارم وذ ذيس فوت. فوت، ويتش فوت؟ ذيس وان. تعالوا بقى نحل مع بعض هنا الاكسرسايز قدام ده. وي هاف ارم اند ليج. Is this arm? Sorry, is this leg? أنا عارفة إنها arm. Is this leg? أنتوا شايفين إنها leg? Wrong. This A arm. I will take on the arm. I will take on the arm. Hair. إحنا عارفين hair يعني إيه؟ شعر. Is this hair? Wrong. Is this hand? Yes, I will select A hand. إحنا هنعمل تيك عند الإيه؟ الهاند. تعالوا هنا بقى بصوا معايا هنا. I have green, green. Green يعني إيه؟ أخضر. Green eyes. طب is this green eyes? No, it's a blue eyes. As a green one is this one. Okay. ان انت لازم تبقى عارف الكالرز برضه عشان تختار، مش هتختار غلط يعني. I have brown eyes. Brown يعني ايه؟ بني. Is this brown? No, it's green. Which one is brown? This one is brown. هنا بيقول لي ايه؟ Trace and color. طبعا هو هنا مديك الكالر، مديني blue، مديني green، مديني brown. طبعا احنا عرفنا البراون شكله، الجرين شكلها ايه، والبلو شكله ايه، والبراون شكله ايه. طبعا انتوا كالرينج اند ايه ريتن ذا ليتر، اوكي، ريتن ذا وورد، اوكي. يعني انتوا دلوقتي هتلون الكلام ده، هتلون ان هنا بلو، هنلونه بلو. طبعا احنا عارفين بلو ازرق، هنلون اللون البلو ونكتب الكالر كده. طبعا ويتش وان از بلو، انا هعمل لكم كده عليهم عشان تبقوا حتى عارفينهم. اهي ذيس وان از بلو. يعني انا مثلا هلون، مثلا هلون لكم كده عليهم بحيث ان انت ايه، حتى انت لو تكملوا انتوا تلونوا. يعني هوديكم كده ايه اكزامبل وانتوا تحاولوا تكملوا انت لوحدك. This one is blue. This is blue. Okay. هنكتب طبعا بلو كده. نختبركم كده على البورد عشان بس برضه تبقى عارفين. Okay. هنعمل برضه لون الجرين. جرين فين؟ Which one is green؟ نعمل كده جرين. This one is green. Okay. Okay. هنكتب هنا جرين. طبعا انا بعمله كده اهوت، وانتوا طبعا انتوا هتكملوا انتوا لوحدكم. Okay. The last one is a brown. Which one is brown here? This one is brown. Okay. Brown.
احنا عرفنا طبعا الكالوريز اهي خلاص، احنا كده عرفنا الكالوريز، احنا ايه هنعملها ايه لوحدنا بقى، خلاص انا وريتكم ازاي نعمل. هو بيقول لي ايه؟ listen and circle، يعني استمع وضع ده ايه؟ هنا عندي ايه؟ how many eyes؟ عندي هنا هنا ايه؟ اه لا هنا عندي هتكلم عن color green or red. is this if this is this eyes are red or green. no it's green. I'm listening to saying green. you are clever. excellent. you are excellent pupils. yes. what's the color of these eyes? is it is this sky we have a blue ears ولا blue eyes. can we say we have blue ears? no we say blue eyes. I will select eyes. can we say we have red or brown eyes? what is the color of this eyes? these eyes are brown, so I select brown. what color of these eyes? this is so sorry not color. two a we have two a ears or eyes. طبعا هو هنا لما يجيب لي هنا لو جاب لي ears I will select ears, but this not ears, this a eyes. I will select two, we have two eyes. okay. lesson eight senses. تعال بقى نكمل عن السنسز هنا. هنا عندنا بيقول لي listen and repeat. we have smell, touch, hear, taste and see. we have five senses. smell, touch, hear, see, taste. I will repeat it again and repeat after me. We have smell, touch, hear, see, and taste. I will repeat again. smell, touch, hear, see, taste. I smell with my nose. So I use my nose to smell flower, to smell delicious food, to smell perfume. Okay? I can hear it with my ears. I can hear music. I can hear the bell. I can hear the whistle. I can hear the cell phone. Okay? I can touch with my hand. I can touch the teddy bear. I can touch the teddy bear. I can touch it to know which is cold and which is hot. Okay? See, I can see. I can see sun. I can see camera. I can see butterfly. I can wear glasses to see also. Okay, so I can see something that is near from me to see it. Okay, taste. When I taste, what I can use to taste, I use my mouth. Okay, but we have tongue. In mouth, we have tongue. So we taste with my tongue in my mouth. Okay. Here we can taste chocolate. We can taste ice cream. We can taste watermelon and so on. Okay. هنا بيقول بقى تعالوا هنا كي جوان. هنا بنقول ايه بقى؟ This is an activity to examine what we took in the last picture. يعني انا دلوقتي هنا انا اديتكم فهمتكم يعني اسمين يعني هير يعني touch يعني see. هنا بيقول ايه؟ circle items you can see means something that I can see it or can it's near for me and I can see with my eyes. what things that can I see with my eyes? I can see tree, I can see sun, I can see clothes, I can see book. can I see music? no. so I can use eyes to see tree, to see book, to see sun, and to see clothes. another one. What can I hear? I hear with my ears. I can use my ears to hear. I can hear the guitar. I can hear the pill. I can hear the clock. Can I hear the bird? No, I can't hear the bird. So I hear, sorry, bird. I can hear bird, guitar, clock, pill, but I cannot hear the bird. In the last picture, I can see book, tree, sun, and clothes. Can you see music? No. What can I do with my with music? I can listen music with my ear, not see. Okay. Another one, touch. I can touch. When I touch, I can use a
my hand, I use my hand to touch, to touch, to touch what can I touch? I touch the ball, I touch the toy, I touch the dog, I touch the tree, I touch the teddy bear. Can I touch star? No, I can't touch star. I can see star, but I can't touch, I cannot touch it. Okay, so I touch ball, I touch toe, I touch dog, I touch teddy bear, and I touch tree. Another one, smell. What items that I can use my nose to smell? I can smell flour, I can smell pizza, I can smell perfume. But can I smell kite? No. Can I smell tortoise? Wrong. Taste. What the meaning? What I can? What things that I can? I taste with my ear, with my mouth. So can I taste the dog? Can you say the dog is delicious? No. You can say not. It's not funny. Can we taste the dog and we say it's delicious dog? No. I can't taste a dog. Can I taste cake? Yes. Can I taste butterfly? I can go to the butterfly and and taste it and say it's delicious butterfly. Is it right? No. Can't taste the butterfly. Can we taste vegetables? Vegetables? Yes. Can taste vegetables and can say it's delicious or not? Okay. Can we taste popcorn? Yes, we can taste popcorn. We can taste ice cream. So we can taste cake, we can taste vegetables, we can taste popcorn, and we can taste ice cream. Okay? This is an activity to examine what we took. See, when I see with my ear, with my eyes. What can I see? Can see the TV. So I will select TV, so with my eyes. I can hear the guitar. So I can select the guitar with here, okay? Smell, I use this, my nose to smell. Smell a flower. Taste, I can taste with my A, with my tongue. I can taste a pizza, okay? Today I will stop here. Thanks a lot, until you meet again, goodbye.